السلام عليكم. بعد أكثر من 70 يوماً مرت من عمر المشاورات الخاوية على قراراتها إلى من البيانات والمؤتمرات الصحفية وما تيسر من تحسن طفيف في المجال العمومي، ولد الشيخ يختتم جولة المشاورات التي انتهت بتعليقها لأسبوعين بكلمة ومؤتمر صحفي. المبعوث الأممي تطرق في بيانه لجملة من الملاحظات الهامشية، أبرزها أنه تم وضع أسسا لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها بين الأطراف اليمنية، وأضاف: قدمت تصورا بخارطة طريق لإنهاء النزاع في اليمن، وخارطة الطريق تتضمن حكومة وحدة وطنية وحوارا سياسيا شاملا. كما أشار إلى الاتفاق على نقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب في السعودية، إضافة إلى البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه وعلى اتفاقية المبادئ في المرحلة المقبلة. من جهته، حمل وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي وفد الانقلابيين مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق سلام، وقال إن الطرف الانقلابي عطل أي اتفاق وأشاع الإحباط لدى الرعاة الدوليين الذين بذلوا جهودا مقدرة من أجل السلام في اليمن. بالمقابل، ما تشهده تعز من مواجهة ميدانية كسرت فيها المقاومة الشعبية هجوما لتحالف الانقلاب على لواء 35 مسنودة بحضور نوعي لمقاتلات التحالف التي عادت لإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، يؤكد أن درب السلام لا يزال طويلا أو أنه لن يأتي عن طريق قصر البيان الكويتي، فباستثناء تسجيل الحضور لوفد المشاورات لا يتوقع في قادم الأيام أي جديد. مشاهدينا الكرام، حول تعليق مشاورات الكويت والتطورات الميدانية في تعز ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. 70 يوما من المشاورات في الكويت لم تفضي إلى شيء، أعلن اليوم عن توقفها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان إلى ما بعد عيد الفطر، ليعود المتشاورون إلى الكويت بعد انتهاء إجازة العيد، كما لو كانوا يؤدون عملا روتينيا أو يناقشون قضايا ثانوية لا تتعلق بتحديد مصائر دماء الناس وحقوقهم. أعربوا عن التزامهم بالمبادئ التالية قبل مغادرتهم للتشاور مع قياداتهم. إعلان تعليق المشاورات تضمن التزام الأطراف بسبع نقاط، هي استمرار وقف إطلاق النار، ونقل لجنة التهدئة إلى مكان قريب من ساحة العمليات، وتسهيل وصول المساعدات والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، والامتناع عن الأعمال والقرارات التي تقوض فرص نجاح المشاورات في التوصل إلى حل سياسي، واحترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها. العودة إلى الكويت في 15 تموز يوليو مع توصيات عملية من القيادات. المرجعيات الثلاث التي شدد المبعوث الأممي على التزام أطراف المشاورات بها إضافة إلى النقاط السبع هي في الواقع نقاط الاختلاف الأساسية بين أطراف الحرب والحوار، فالقرار الأممي الذي يلتزم به الجميع لم يجد طريقه للتنفيذ منذ صدوره في إبريل من العام الماضي، كما أن ملفات الأسرى والمعتقلين والمساعدات وغيرها من القضايا الإنسانية لا تلبث أن تتحول إلى مصادر دخل أو نقاط قوة للميليشيا التي تسيطر على الأرض، فتوصل المساعدات لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، وتدخل ضحاياها إلى السجون بالجملة، وتفرج عن بعضهم فرادى بشق الأنفس، ولا تتورع عن الكذب بأي لسان نطقت. سمعنا مؤخرا أن اللقاء المشترك وهو أحد مكونات حكومة هادي تحدث عن تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص إطلاق الأسرى مؤخرا 700. ما موقف الأمم المتحدة من تشكيل هذه اللجنة، خاصة وأن الأمم المتحدة تعتبر إطلاق الأسرى إنجاز يحسب لها؟ والله لا أدري ما هي اللجنة التي تتحدثون عنها. تعليق المشاورات يراه البعض إعلانا مهذبا لفشلها، وسواء تمكن المتشاورون من العودة في الوقت المحدد أم لم يتمكنوا من ذلك، فإن الوقائع على الأرض تقول أن الميليشيا لا ترى في المشاورات سوى فرصة ذهبية لإعادة التموضع على الأرض، الأرض التي استولت عليها بالقوة ولا تبدي حماسا لفكرة التخلي عنها بطريقة أخرى. لمشاهدة هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور عبد الباقي. دكتور، بداية يعني توقف المشاورات حتى 15 من شهر يوليو القادم، هل نحن أمام فشل غير معلن لهذه المفاوضات؟ طبعا حتى الآن المؤشرات تدل على أن
هم حاولوا تمديد الفترة حتى قرب العيد حتى يعطوا للتمديد يعني مسوغ معقول ومقبول أننا أمام فترة عيد وبالتالي يمكنكم العودة إلى القيادات والتشاور، لكن لا يمكننا الحديث عن مشاورات ماراثونية خاصة وأن المشاورات لها ما يسمى طوالعها، يعني ليس هناك بوادر للاتساق في مسار السلام. حتى الآن الأسرى والمعتقلين ورقة من ورقة التفاوض، بالتالي نحن أمام جماعة تتمترس في ما يسمى في مواقعها في الحقل السياسي والعسكري. وبالتالي أعتقد أن ما يقارب شهرين الآن نحن ما زلنا في نقطة صفر. أعتقد أن الأهداف تتحقق لصالح الإنقلابيين، فالهدف الآن هو التمديد. التمديد يعني خلق واقع موضوعي ومعطى موضوعي يجعل القوى تحافظ على مواقعها بنفس قوتها العسكرية والسياسية. تمديد الفترة يعني أن سيكون هناك صعوبة بالعودة إلى الاحتراب، بالتالي أنت الآن في هذا التمديد منحت الإنقلابيين صفة طرف سياسي من أطراف النزاع، وهذا ما يسعى إليه ولد الشيخ. اثنين، عندما نمنحه هذه الصفة ونمنحه الاعتراف الدولي فإننا نتقاطع مع 22/16 الذي أعطى مهلة 10 أيام. لا يمكن لنا الحديث عن 22/16، هذه مغالطة. نغالط المجتمع، تغالط الأمم المتحدة ذاتها، وتغالط المجتمع اليمني، وتغالط المجتمع الإقليمي ودول التحالف والسلطة الشرعية عندما تتحدث عن اعتراف بالطرف الإنقلابي وهناك نص واضح يتحدث عن انسحاب، يتحدث عن 10 أيام، يتحدث عن أن هناك جماعة مطلوبة دوليا ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني، بالتالي وهناك لجنة عقوبات كانت قد شكلت في السابق وهي الآن من المفترض أن تقدم تقرير لما تم حصره من الأموال المنهوبة من الشعب اليمني. بالتالي الحديث عن ولد الشيخ يسير في مسار لا العلاقة له في السلام، لا، يسير في مسار ما يتم رسم خارطة الحقل السياسي اليمني وفقا للرؤى الغربية. بالتالي أعتقد أن ولد الشيخ إذا ما تم الضغط على السلطة الشرعية وهي ترتكب خطأ، حتى الآن ترتكب أخطاء جسيمة عندما تقبل هذا التمديد الذي يفقدها مكانتها والذي يفقد الجماهير ثقتهم بها والذي يفقدها قدرتها على توسيع موقعها في الجغرافيا، الذي يتوسع في الجغرافيا ويتوسع في المواقع العسكرية. هم الإنقلابيين، هم يفاوضون في الكويت بمجموعة أشخاص مبتورين عن القيادة العسكرية والسياسية في الداخل التي تمارس القتل، تمارس التوسع، تقوم بحصار المدن، بالتوسع جغرافيا، بإدارة الحياة اليومية. أنت ماذا تسير؟ أنت معاش لديك مجموعة أشخاص في فنادق لا يحدثون أي توسع في الجغرافيا، لا يحدثون تغير في كسب الرأي العام المحلي والدولي. أنت الآن شهرين هذا طيب دكتور، يعني هذا الشهرين أكثر المراقبين الدوليين يعني وحضرتك بداية حديثك قلت صفر من النتائج لم تحقق، يعني ومن يستمع اليوم لكلمة ولد الشيخ يظن أن هناك الكثير والكثير مما حقق يعني من خلال ما تم طرحه، يعني هناك بون شاسع بين ما يراه المراقبون وما نراه نحن على أرض الواقع وما يتحدث به ولد الشيخ، كيف تفسر هذا الطرح؟ أولا للأسف الشديد أقول أن الإنقلابيين يسيرون برؤية استراتيجية واضحة، وأنا ربما أفاجئ القارئ بعد قليل، سأعود إلى ما طم ولد الشيخ. يسيرون باتجاه واضح ومحدد اللي هو أولا الحصار وما يسمى تدهور الحياة اليومية للمواطنين، استراتيجية معتمدة من قبل إنقلابيين منذ قصف عدن في فترة السابقة عندما كان تقصف عدن يقصف المدنيين لتم تهجير المواطنين. كان ماذا الهدف؟ أنت الآن تواجه دول التحالف التي تتفوق عليك عسكريا، تلعب على ورقة الإرهاب بمعنى أن هذه البلد ستتشظى وبالتالي تشكل خطر على الأمن والسلم الدولي، وبالتالي حصار المواطنين، تدهور حالتهم المعيشية، هذا جزء من معركة من آلية الصراع التي يتبعها الإنقلابيين. كلما كان المجتمع اليمني ظروفه الاقتصادية ومهجر وظروفه صعبة إنسانية، هذا يشكل إحراج على دول التحالف، يشكل أيضا خوف من تشظي المجتمع اليمني، بالتالي الحصار لصالح الإنقلابيين. أنت الآن
تحدثنا قبل عام أو عام ونصف من هذا المكان وقلنا أن المناطق الآمنة وتزويد المواطنين وشعور المواطنين بأنهم محمين من الدولة وأن هي من تقدم المساعدة بشكل مباشر هذا يعطيها القوة. الآن ترتكب خطأ وتقبل بالنقاط الخمس وتذهب في مفاوضات في سباق مفتوح، يعني أنا عندي ماراثون 20 كيلومتر لكن هذا سباق مفتوح على ماذا؟ إذا ما قبلت أنا سربما أفاجئ اليوم بالمقابلة هذه أن ما طرحه ولد الشيخ نحن قد حليناه في السبعينيات عندما تم عودة الملكيين والجمهوريين وتحدثت اتفاقية جدة، والاتفاقية تمت بين مصر والمملكة العربية السعودية لعودة الملكيين كانت تتحدث عن ثلاث شيء: الاستفتاء على شكل الدولة، تشكيل حكومة وحدة وطنية، هذه نفس الجمل، يعني الصراع الملكي. نحن أعطينا لهؤلاء فرصة في السبعينيات وتقاسموا رئاسة الحكومة، يعني كان نائب رئيس وزراء وأعطوهم يعني نص البعثات الدبلوماسية وأعادوهم للداخل ومنحوهم امتيازات وشكلوا حكومة مشتركة، ولكنهم يعودون لاسترداد السلطة الملكية، السلطة أعودها الملكية، هذا مشروع ملكي إمامي هدفه استعادة السلطة التي قطع معها الشعب اليمني عام 1960. بالتالي عندما نأتي الآن بعد ما يقارب نصف قرن ونتحدث عن نفس الحلول دون اعتبار لما يسمى علم الانتقال الديمقراطي التي له أولوية اثنين، المجتمع اليمني الآن لا يشعر بحجم الكارثة حتى بما فيه المتفاوضين في الكويت. أنتم الآن تتفاوضون بين الملكيين والجمهوريين نفس خطاب السبعينات ونفس أسس السبعينات. علينا أن نعيد هذه القراءة، وما يطرحه ولد الشيخ هو يعتبر التفاف على القرار 2016 وهو يخدم مصالح الانقلابيين، بل يستجيب لمطالب الانقلابيين ولا يستجيب لمطالب السلطة. نعم، إذن دعنا نأخذ معنا عبر الهاتف الأستاذ ياسر الحسني صحفي مكتب رئاسة الجمهورية من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، أهلا بك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ ياسر، يعني تعليق المشاورات بعد مرور أكثر من 70 يوم دون تحقيق أي تقدم يذكر، ما الذي سيفيده العودة لهذه المشاورات؟ للأسف الشديد بأن المبعوث الأممي يعني أستاذ ياسر، هل ما زلت معنا أستاذ ياسر؟ ربما فقدنا الاتصال، سنحاول. أستاذ ياسر تسمعني الآن؟ إذا نعود التواصل بك أستاذ ياسر مرة أخرى لنستمع لرأيكم في هذه المسألة. تحدث الدكتور عبد الباقي أن المسألة هي صراع بين ملكيين وجمهوريين من وجهة نظرك. طيب ولد الشيخ، يعني لو عدنا لحديثه اليوم، يعني هو يتحدث أن ربما في بداية الكلام يتحدث أن الوفدين يعني أكد التزامهما بضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. هذا التأكيد ربما لم نجده من قبل طرف الانقلابيين، وربما إشارة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وتحميله للطرف الانقلابيين مسؤولية فشل هذه المفاوضات. يعني هناك أضف إلى التناقض الذي تحدثنا عنه في البداية، ولكن هناك أيضا تزييف للحقائق. يعني لا يوجد، يعني هو يتحدث عن أنه تمكن خلال شهر ماضيين من وضع أسس لأرضية مشتركة بين الأطراف يمكن البناء عليها. ما هي هذه الأسس برأيك؟ أنا أعتقد أن ولد الشيخ يعني يمكن يفاوض على دولة غير اليمن. يعني لو سألنا مواطن في تعز أو في مناطق مارب والجوف عما يحدث في الكويت، لا علاقة لما يطرحه ولد الشيخ. لا يريد أن يفشل في هذه المهمة لأنها تتعلق في سيرته الذاتية، بالتالي هو يبحث عن مجد شخصي وعن تطبيق أجندة، أقولها بوضوح، عن مجد شخصي وعن أجندة دولية لتنفيذها مهما كان الثمن. هذه الأجندة، إذا الشعب اليمني، نحن لسنا مع الاحتراب، لسنا مع معاناة الشعب اليمني، لكن وثائق الأمم المتحدة وأدبياتها عندما يتحدث عن عودة اليمن إلى المسار السياسي، السلطة غير معنية بما يطرحه ولد الشيخ. الذي أخرج اليمن من المسار السياسي هم الانقلابيين. لا يمكن لنا التفاوض مع انقلابيين وفق حكومة توافقية معهم. أي عبارة أن ولد الشيخ
قد حقق مطالب رئيسية وحكومة انتقالية، يعني أنه عدم اعتراف بالسلطة الشرعية إلا ككبري أو جسر للمرور، حكومة وحدة وطنية أي أن نتقاسم مع القاتل ومع الملكيين السلطة، وبالتالي مخاطر عودة الملكية تعتبر شيء ممكن ومرتفع، منسوب مرتفع، لأن الآن مفاصل الدولة وقوتها والدعم الإيراني الواضح للحوثيين حتى إذا لم يستعيدوا السلطة على المدى القريب، انظروا إلى لبنان الآن وهي معلقة، وبالتالي الحكومة لا يستطيعون انتخاب رئيس بتوجيه إيراني حتى ينتهي الحرب في سوريا. بالتالي نحن أمام مخطط. ولد الشيخ هذا يتحدث عن شيء أنا لا علاقة له باليمن، له علاقة بالمخطط الغربي، ربما يمارسون ضغوط كبيرة جدا على السلطة الشرعية للقبول، ولكن هذه السلطة الشرعية نحن نحملها مسؤولية. وأقولها إذا أعودوا إلى وثائق السبعينيات ستجدون أن هناك نفس النقاط. طيب خلال شهر لم تستطع أو لم تتمكن هذه الضغوط الدولية على فرض أي شيء بالنسبة للوفد الحكومي، وأثبت أنه يعني ثابت على النقاط التي ذهب للتفاوض من أجلها، ولكن يعني على ماذا يعول فريق الوفد الحكومي في المشاورات واستمرارها والعودة إليها مجددا بعد ذلك؟ الفريق الحكومي يشعرنا من خلال تصريحاتهم أنهم عاجزين وأنهم غير قادرين على إحداث ما يسمى قلب المعادلة أو ميكانيزمات يعني الاتساق والتحول وتغيير المعادلة وموقعهم في حقل التفاوض. يعني حتى الآن لم يحدثوا هذا التحول ليصبحوا في الصادر، هم يبحثون عن يريدون إحراج الحوثيين بأنهم هم المعرقلين. نحن لا نبحث عن الحوثيين هم المعرقلين، هذا شكل واضح والغرب يعرف ومندوب الأمم المتحدة ولد الشيخ يعرف وبان كيمون يعرف والعالم كله يعرف أن نحن أمام مجموعة ميليشيات انقلبت على السلطة ولن تنفذ، وبالتالي الحديث عن حكومة توافقية هذا مطلب من مطالب الحوثيين، بالتالي أنت الآن تنفذ هذا المطلب. على السلطة الشرعية أن تتعامل كدولة، يعني أنت دولة وسلطة شرعية، أنت الآن مسؤول أمامنا لاستعادة، نقولها بوضوح، لاستعادة مؤسسة الدولة وجغرافيتها وفرض سيادة القانون. بالتالي التلويح كما تلوح رئيس الجمهورية هذا خطأ لإعلان، نحن لا نبحث عن إعلان أنك ستذهب للحرب، عليك أن تتجه لاستعادة الجغرافية والمؤسسات دون إعلان. البحث عن المجتمع الدولي عندما تحاول أن تحرق الحوثيين، المجتمع الدولي الرأي العام الدولي لا يعلم، ليس هناك ليس لديك جهاز إعلامي يوصل للرأي العام بلغات مختلفة ما يحدث. الرأي العام يتابع أن هناك خطر على الأمن والسلم الدوليين، التوجه الدولي واضح، هو نقولها بوضوح للمنطقة العربية كاملة. الآن في سوريا يحاولون إيجاد الأكراد كقوة وقومية، وبالتالي ستلاحظ المناطق الآمنة هي مناطق الكردية. لماذا؟ لأنه يريدون عند انتهاء المعارك تصبح القوة القادرة على الضبط والقادرة على تسيير ذاتها هي الأكراد والقوميات الغير عربية، والعرب السنة والشيعة سيدخلون في معارك. وانظري في الفلوجة الآن كيف يمكننا أن نسوق لهذا الحقد والتراكم والاحتقان بين السنة والشيعة، وكيفية ما يسمى بإحلال الشيعة بدلا على السنة، وهذا سيخلق كثير من الاحتقانات واحتراب دائم، ستصبح المنطقة في احتراب وبحاجة الغرب. هذا المشروع مخطط اليمن. بالتالي إذا مشينا في هذا المخطط فإننا هذه الحكومة نحن لا نرتكب خطأ للمرة الثانية، ارتكبنا خطأ في السبعينات، وأقول هناك فاصل واسع من السبعين حتى الآن ربما لم يكن الخطأ بدايته منذ مؤتمر الحوار، الخطأ ارتكب بهم وهم مسلحون. لا، الخطأ ارتكب أولا بإيقاف المعارك العسكرية قبيل تحقيق الأهداف كاملة. اثنين، أنت جزأت المنطقة. عدن ارتكبت الإمارات، وأقولها بوضوح دون خوف، أن نحن نشكر الإمارات على التدخل، لكنها دفعنا خسارة مواقفها الغامضة لمدة عام بنائب رئيس جمهورية كان غامضا وله أجندة غير أجندة وطنية، نقولها بوضوح للشعب اليمني. وبالتالي نحن كنا نقول أين الاتساق بين الرئيس والنائب؟ لماذا هذا الغموض منتعز؟ لماذا رفض صرف حتى ريال واحد للمقاومة في تعز نائب رئيس جمهورية؟ وبالتالي كان لديه مشروع مختلف. عندما فصلت عدن ولم تعطيها فرصة للاتساق بالحركة في منطقة تعز، فإنك أجلت كسب الروح المعنوية. عندما ترتفع الروح المعنوية في الانتصار في عدن، وبالتالي كان هذه الروح المعنوية حسب العلم الاجتماع تستطيع أن تستثمرها في التوسع نحو تعز نحو الحديدة. كنا نتوقع أن الحركة الوطنية ستتسق، وبالتالي ينتهي مشروع الفدرالة القائمة على فدراليتين أو على
قسم ما يسمى شق الوحدة الوطنية. هم راهنوا على شق الوحدة الوطنية في حصار تعز، وبالتالي حاولوا أن نعم عند حصار تعز دكتور، يعني أيضا تحدث ولد الشيخ عن موضوع إنجازات ربما أبرزها أو يعني هو كما يراها المتعلقة بالجوانب الإنسانية بالذات، هل تجد أنها واقعية؟ هو ذكر بالأرقام أنه منذ النصف الثاني من 2015 تم يعني تقديم المساعدات لمليون ونصف تقريبا، وفي شهر يعني في حتى نصف 2016 ارتفع العدد إلى 4.5 ملايين مليون، يعني أنه تضاعف 300% حسب قوله. هل يعني وهذا يجد تحسن ولا يمكن تجاهله؟ هل يمكن أن نطرح ذلك في مجال التحسن؟ هذا طبعا في إطار خطابه، يريد أن يحدث عن إنجازات على الواقع، أنه يحدث تغيير على مستوى الواقع. لكن نحن نتابع مدينة تعز. مدينة تعز مدينة ذات كثافة عالية، هناك حصار مستمر، هناك قتل بشكل دائم. هذه المواقف نحن لا نحتاج إلى مساعدته، مساعدته ليس من جيبه الشخصي، هو الآن هناك تقصير من المجتمع الدولي، والحديث أنه يقدم المساعدة التي نبحث عنها هو رفع الحصار عن تعز كاملة، وتوصيف الإنقلابيين وما يحدثوها في مدينة تعز بشكل واضح، على أن نطبق الأجندة، على أن يكون صادقا في تطبيق أدبية الأمم المتحدة. أنا لا أخشى ولد الشيخ، ولد الشيخ حتى الآن نحن نبحث عن وسيط نزيه يحقق السلام للشعب اليمني، لا يحقق الأجندة الغربية التي تريد من الشعب اليمني أن يظل حقله قابل للتشظي والانفجار. بالتالي نحن لسنا في ما قبل يعني في 1820 أيام ما كان الشعوب العربية ما زالت تجهد المخططات الغربية، نحن الآن الشعب العربي لديه وعي بما يحدث. ونقول لولد الشيخ عليك أن تتعامل معنا بشكل واعي، وهذا التلاعب بخطة خارطة الطريق، هو يعلم مسبقا أن خارطة الطريق هذه لن تؤدي إلى السلام. بالتالي الضحك على الدقون بالمساعدات، الضحك على الدقون بوحدة وطنية لن نقبل. هناك شعب يمني دفع الثمن، هناك شهداء، هناك يعني معاقين، هناك مبتورين، هناك ناس فقدوا وظائفهم، هناك شتتوا الناس بالخارج، هناك ميزان الدولة دمرت، هناك سلاح دولة يعني تم الاستيلاء عليه، هناك دويلة في الدويلة، مشروع إيراني على في صعدة وعاصمته صعدة العقائدية. هذه المشاريع التي يريد تنفيذها الآن لا تخدم الشعب اليمني. بالتالي السلطة السياسية ارتكبت خطأ جسيم، ونحملها المسؤولية بهذا الخنوع وهذا الغياب وهذا الموقف الغامض، إنها تحرجنا بذلك. عندما قبلت الخمس النقاط ووضعتها، وهم أخذوا وقت لإحداث تغيير بالخمس نقاط، ثم أنهم تنازلوا عن حقوقنا ودمنا، وبالتالي الحديث عن هذا الغموض أنهم يريدون يثبتون للعالم أنت الآن تتفاوض وأنت الأضعف، وإذا ما قبلوا هذا فإنهم سيفقدوا شرعيتهم، سيصبح اللاعب الرئيسي في الحقل السياسي اليمني هم الإنقلابيين الذين يديرون الحياة اليومية، والذين ما زالوا يمتلكون سلاح، وما زال مخلوع صالح موجود لديه مؤسسات استخباراتية ولديه المال. بالتالي إذا ما قبلت هذا فإنك فقدت شرعيتك، وبالتالي المشروع هنا حوثي بما فيه مسار ما يطرحه خارطة الطريق. هذه خارطة الطريق حوثية، الحديث عن حكومة توافق لا نريد الحديث. أولا عليه أن يحمل المسؤولية من ارتكب انتهاكات بحق الشعب اليمني، ثانيا عليه الخارطة الطريق واضحة في القرار 2016، الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيسا شرعيا، هذه الحكومة شرعية، بالتالي المخلوع خرج من هذا الحقل السياسي، عليه تحميل المسؤولية، عليه لو أراد صحيح يتحدث عن خارطة الطريق عليه أن يفعل لجنة العقوبات لترفع تقرير عما تجمع من معلومات، علينا استرداد أموالنا المنهوبة للمخلوع صالح المستثمرة في الإمارات، علينا صار نحن بحاجة إلى هذه الأموال، علينا متابعة المخلوع صالح وارتكاباته، علينا أيضا ما حدث الآن من تسريبات عن حادثة اغتيال كشف ملابسة اللواء القشيبي التي لا تحترم القيم الإنسانية ولا القانون الدولي الإنساني ولا القيم الإخلاقية. بالتالي هؤلاء مجرمو حرب هذا الملف على السلطة الشرعية الميتة والتي في غرفة الإشعاب، والذي نشعر بحرج ونشعر بخجل منها عندما تستمر لمدة شهرين دون أن تقدم لنا سببا لبقائها في الكويت تحت أي ظرف. إذا ما استمروا على هذه الشاكلة ولد الشيخ سيعيدنا إلى مربع 1970، سيعيدنا للمشروع الإمامي، سنقبل الإمامي لو سمحتي، سنقبل عودة الإماميين، سنعطي للإماميين، أقولها بوضوح للشعب اليمني، سنعطي للإماميين والمشروع السلالي نصف البعثات نصف الحكومة، وهم قد سيطروا على 60,000 جندي وضابط واستخبارات في المؤسسة العسكرية، غير ولن ينسحبوا من هذه الوظائف. بالتالي نحن قد أثثنا لعودة الملكية بشكل أكبر. بالتالي هذه كارثة. اسمح لنا فقط بالذهاب لهذا الفصل أنت والسادة المشاهدين، نعود إليكم بعد قليل.
بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، هناك بيان مشترك يعني التزم الطرفان فيه بمجمل من النقاط ربما يعني أبرزها انتقال أو أيوة انتقال لجنة التهدئة إلى مكان قريب من ساحة العمليات في مدينة أظهران جنوب السعودية، هل يشكل هذا الأمر فارقا؟ ما الذي يعني سيحدث هذا الأمر؟ هو الآن اللجان هذه تتحرك من ظهران من نفس المنطقة يعني، فقط هو أعلنها رسميا الناس تكون من هذه المنطقة، وهذا يعطي إحساس أن تكون تحت إشراف والمملكة العربية السعودية، وهي تحدث الآن بهذا المستوى. لكن عندما أنا الآن ابتسمت كثيرا عندما قلت اتفق الطرفان، يعني أنت تعلمين وأنا أعلم وهم يعلمون أنهم لم يتفقوا، وأن الحوثيون يعني ليس لهم عهد وليس لهم اتفاق، لديهم مشروع. أنا لا أتحدث بما يسمى كخطاب سياسي ولا خطاب إعلامي أو خطاب غير مسؤول، أنا أتحدث بتحليل دقيق، أتحدث بمسؤولية. هؤلاء يعني يتحركون بسياسة إيرانية، قد تدربوا تماما بمستشارين إيرانيين. هذا التحرك بمعنى أن لا علاقة لك بالواقع بما تتحدث به سياسيا، بالتالي يحدث تغيير على مستوى الواقع وحاور سياسيا، وبالتالي هم سيتحاورون سنة في الكويت، ولكن الذي سيتوسع من سنة. هل تعتقد بالتحركات الأخيرة يعني ما حدث اليوم في تعز أن هذا هو الأمر الذي يحدث؟ هناك يعني حديث عن وقف الأعمال القتالية في هذا البيان المشترك، هناك حديث عن استمرار الهدنة، هناك حديث مختلف تماما عما يدور في أرض الواقع، يعني صد اليوم المقاومة لهجوم يعني من الانقلابيين ميليشيا الانقلابيين إلى قيادة اللواء 35، يعني هذا التحرك أيضا يعني دعم التحالف وضرب لكثير من المقاتلات في تعز، ألا يدل على ما تحدثت عنه؟ شوفي الفصل بين الأرض والسياسة الذي يرسم هذه الخطوط لا علاقة لا علاقة تماما، حتى كما هو في الحال في إيران هناك حوار حول النووي، ولكن التجارب تستمر والتعامل يستمر. بالتالي في الحرب الأولى توسعوا تقريبا 5% في مران، في الحرب الثانية حوالي 15 25 45، وصلوا إلى بني حشيش في الخامسة تقريبا. وبالتالي عندما كانوا في عمران مثلا كان الحديث عن التهدئة، كانوا يعدون لصنعاء، عندما استولوا على صنعاء كانوا يوقعون على اتفاقية السلم والشراكة. شوفي، لا هؤلاء العمليات العسكرية لا علاقة لها بالجانب السياسي، هناك مشروع واضح، كان المشروع هو دويلة في الدويلة، وبالتالي إيجاد إيران كدويلة في الدويلة على شكل حزب الله، ولكن أقوى من حزب الله، لأن حزب الله بعيد عن العربية السعودية، وبالتالي المرور إلى العربية السعودية وإلى الحرمين الشريفين يمر عبر بوابة اليمن، عبر أن هناك كان لديهم جماعات على الخط الفاصل بين اليمنيين بين البلدين، بالتالي هنا جماعات شيعية سيتم مدها بالسلاح، سيتم إيجاد خلية أخرى هنا، بالتالي هؤلاء سيكونوا منفذا لاختراق العربية السعودية ودول الخليج منها البحرين، ومنها أيضا هناك سيطرة اقتصادية تقريبا استمروا لثلاثة عقود وهم يستولون على الاستثمارات، وبالتالي أصبح الآن القرار الاقتصادي وصناعة القرار الاقتصادي إيراني. بالتالي هناك أيضا تغيير في الديموغرافية الخليجية منذ الستينيات كما تعلمين، بالتالي هؤلاء يشتغلون كانوا أثناء توقيع الحديث عن الثورة وعن السلام مع المنطقة العربية. هذا هو ديدنهم دكتور، لكن أنا يعني سؤالي كان هل استوعب وفد الحكومة هذا الشيء، ويعني ترك المجال للمقاومة أن تتحرك في ناحية، وأيضا خطوات التحالف اليوم التي عادت لحماية مواقع المقاومة، هل يعني أنت تحدثت أن السياسة يجب أن تستمر وأيضا ما على الأرض يجب أن يستمر، هل ما حدث يمكن تصنيفه تحت هذه الدائرة؟ أنا أعتبر الحكومة اليمنية في غرفة الإنعاش، بالتالي الذي في غرفة الإنعاش أعتقد خارج عن الوعي. هؤلاء يعني يقال أن الوزراء في عدن لا يستطيعون يتحركون، ليس لديهم دعم، لم يحدثوا أي تحول، لم يستطيع حماية القيادة من أبناء تعز، بالتالي لا يسهل هم، هل المنطقة الرابعة تتبع المحافظ؟ لماذا تم محاصرة وما حدث للقيادة في تعز في عدن؟ لماذا حتى الآن لم يتم ربط اتساق منطقة تعز في عدن؟ أسئلة كثيرة. إذن يعني قبل أن نحاول الإجابة على هذه الأسئلة ينضم معنا عبر الهاتف العقيد الركن منصور الحساني الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز. مساء الخير سيادة العقيد. أهلا بك.
أهلا بك. بداية حدثنا عن التطورات العسكرية في تعز خصوصا بعد كسر المقاومة لهجوم الانقلابيين اليوم على اللواء 35. أختي الكريمة، الميليشيات عدت إعداد رهيب لهذه المعركة، حشدت كل إمكانيتها من كل مكان. وعززوا الجبهة الغربية أمام اللواء 35 بتقريبا 4 دبابات ورشاشات 23 و14 نص و30 طقم معزز للأفراد و50 قناصة محترفين شيوعيين أتوا بهم من صنعاء، وكانوا معدين يوم أمس إلى اليوم إلى هجوم واحتلال المعسكر والاستيلاء عليه والتقدم إلى دربشة كما صرحوا في إعلامهم. وقد أعدوا العدة وبدأوا المعركة بتمهيد نيراني كثيف من كل أنواع الأسلحة إلى مواقع اللواء، مواقع المقاومة والجيش الوطني، واستمروا إلى ساعات في القصف وبدأوا في الهجوم. ولكن كان أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهم المرصاد، فقد تصدوا للهجوم وكبدوهم خسائر وحاولوا مرة أخرى وكان لهم الجيش الوطني بالمرصاد أيضا وصدوهم وكبدوهم الخسائر بالمعدات والأرواح. وقبل الفجر تدخل الطيران بإسناد بعد معركة استمرت 5 ساعات مستمرة بين أبطالنا والميليشيات المعتدية، وحقق الطيران يعني ضربات محققة وإصابات عالية جدا، واستهدفوا الأسلحة الثقيلة والتجمعات لمقاتليهم. وكانت خسائر العدو يوم اليوم قرابة 30 قتيل وثلاث دبابات وطقمين 23 وخمسة أطقم قتالية وثلاثة مخازن أسلحة، وأيضا العديد من الجرحى والقتلى يعني على طول المعركة في الساعات التي بدأت فيها المعركة. واستمرت المعركة بعد ذلك من بعد الفجر والمناوشات حتى مساء اليوم الساعة السادسة من مغرب اليوم، والمعارك لا زالت مستنكرة بين الجيش المقاومة والمقاومة الشعبية وهم يحاولون الدخول والاستيلاء على المعسكر، ولكن أبطالنا لقد يعني سطروا يعني صمودا اسطوري مدة سيذكره التاريخ لهم. وحققوا انتصار. هل يعني هذا سيادة العقيد؟ نقلوا الميليشيات درس كبير في الأخ. نعم، هل نستطيع القول بهذا الشكل أن هناك جاهزية عسكرية عالية بالنسبة لأفراد المقاومة والجيش أيضا قادر على كسر أي هجوم مباغت لمحاولة الأخذ بعض المناطق المحررة التي تسيطر عليها المقاومة؟ أخت الكريمة، الجيش الوطني المقاومة الشعبية في استعداد قتالي كامل وفي جهوزية كامل، وقد حصل تحول في الأداء القتالي عندهم وهم مستعدين للدفاع عن المناطق المحررة ومستعدين إلى أن ينفذوا أيضا مهام ولو توفرت الإمكانيات التي طلبناها من القيادة الشرعية والتحالف لكان الآن الوضع على الميدان مختلف، وكان تحقيق التقدم جاري والتحرير سيتم. والجيش الوطني يعني صامد والمقاومة تسنده في كل المواقع ومستعدين لأي معركة ولأي مهام قتالية في أي لحظة. إذن فيما يتعلق بالحضور النوعي الذي تحدثت عنه للطيران والتغطية أيضا والإسناد والتي جاءت في توقيت مناسب كما تفضلت، هل يعني هذا أن هناك تواصل دائم بكم مع قيادات التحالف وأيضا مع الحكومة لإمدادكم وقت حاجتكم لها؟ الطيران يعني تأخر شوية لكن أتى وحقق أهداف عالية وإصابات عالية جدا، وقد أسند المقاومة اليوم إسناد رائع جدا يشكر عليه، ونقدم الشكر الجزيل لطيران التحالف على هذا الإسناد الرائع وهذا التدقيق في الإصابات واستهداف العدو، والتواصل الجاري والدعم الجاري والإسناد إن شاء الله الجاري. وهذا ما نتمناه أيضا من التحالف والحكومة أن يلتفتوا إلى تعز إلى قضية تعز ويتم التحرير العاجل ويتم الإسناد الكامل بالإمكانيات المادية والأسلحة الثقيلة والذخائر وكل مستلزمات المعركة أصول كريمة. نعم، إذا ماذا عن التطورات الميدانية في الجبهات الأخرى داخل المدينة وخارجها سيادة العقيد؟ الجبهات مشتعلة كلها من بداية رمضان والمعارك مستمرة في كل الجبهات، والمحاولة قائمة من الميليشيات الحوثية وتحاول في كل جبهة وفي كل يوم هناك معركة هناك صد لهجومات العدو وقصف عشوائي مستمر على المدنيين والخسائر
يعني مستمرة في السقوط بين المدنيين، والحصار اليوم كان مطلق على مدينة تعز ومنعوا دخول كل شيء بعد أن تبدوا الخسائر وبعد أن هزموا ونقصت نظام التراب. حاصروا اليوم المدينة ومنعوا دخول أي شيء يا داخل المدينة أقل تريبا. نعم، ربما هذا هو ديدنهم دائما، كلما منيوا بهزيمة عادوا إلى المدنيين بالحصار والقتل أيضا والتشريد. شكرا جزيلا لك العقيد الركن منصور حسني، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، كنت معنا من تعز عبر الهاتف. عودة إليك دكتور عبد الباقي، كيف تعلق خاصة على نقطة اشتداد الحصار في تعز خاصة بعدما منيوا بهذه الخسائر؟ أعتقد عندما تم الفصل بين الجانب المشاوراتي والجانب العسكري كان على دول التحالف والسلطة الشرعية أن تقوم بعملية العسكرية، ليس كما حدث عندما سلموا، يعني تركوا جبل حابس تقريبا دون حماية استراتيجية، ليس لترك مدينة تعز محاصرة. كنا نتوقع، يعني أعتقد أتمنى، أنا لست مع الحرب، ولكن أتمنى أن تستمر عمليات العسكرية لرفع الحصار عن تعز حتى يتم استعادتها كاملة ورفع الحصار عنها. أنا مؤمن تماما، ليس مؤمن كخطاب ولكن كرؤية متابعة للحوثيين، أنها لن تعود تعز ولن يسلم السلاح إلا بما يسمى احتكار، بتطبيق احتكار السلطة للعنف الذي يحتكر العنف الشرعي للحكومة، وعليها أن تقوم بتنفيذ استعادة السلطة بهذا العنف الشرعي لديها. لن تعود بذلك. أنا كنت أتوقع من الحكومة هذه أن تعود ليس كشخصيات، نحن نسمع الآن أنهم يعيشون في 13 وزيرا في غرفة، في ثلاث غرف، أتمنى أن لا يكون هذا التسريب حقيقي يعني مؤلم. كنا نتوقع أن تعود الحكومة ليس كأشخاص، إنما حكومة وقيادة عسكرية تدير القيادة العسكرية في تعز وعدن ولاحق وبقية المناطق وهيئة إنسانية أيضا. كنا نتوقع من هذه الحكومة خلال فترتها أن تقوم ب ما يسمى توحيد المزاج الشعبي، من اتساق الفضاء الجغرافي بين والجغرافي والوطني، لما يسمى توحيد الأجندة الوطنية بين تعز وعدن، ربط الجهات في قيادة عسكرية، عودة الحياة اليومية إلى عدن بشكل كامل وإلى تعز منحها بالدعم الإنساني حتى يمنحها المقاومة. نعم، هذه الحكومة حتى الآن نحن لم نسمع عنها، المعارك بعيدا عنها، تعز محاصرة لا نسمع لها صوت. أعتقد الوفد الحكومي في الكويت الذي يشاور أعتقد أنه في صيام، وربما نحن نعذرهم أنهم صائمين، وبالتالي يعني هم في تهجد، وبالتالي لا علاقة لهم ما يحدث في تعز. هذه حكومة أشلاء، نحن بحاجة إلى حكومة تستطيع أن توحد. قلنا معركتنا لا يمكن لنا أن نحدث تغيير إلا بقيادة عسكرية لمدينة تعز وعدن تستطيع أن تدير العملية العسكرية للمقاومة وللقوات الرسمية في هذا الاتساق الوطني عبر التاريخ، عبر الحركة الوطنية. لا يمكن لك أن تحدث ثورة في الجنوب أو ثورة في الشمال إلا بهذه المنطقة، معروفة جدا من قبل ثورة سبتمبر، لم تنجح سبتمبر إلا باتساقها مع الجنوب، ولم تنجح ثورة أكتوبر إلا عندما اتسقت مع مدينة تعز. هناك ما يسمى بالتراث والرسماد الوطني في علم الاجتماع، يسمى الذاكرة الوطنية والرسامي الوطنية والتجربة حتى في القتال وفي المقاومة، ينبغي أن تتسق. وهذه مهمة للحكومة، ليس مهمتها أن تعمل اجتماعات في غرف مغلقة. توحيد المزاج الشعبي نقطة ضعفنا، وبالتالي ليس لديها أجندة في توحيد المزاج الشعبي الوطني. لا تستطيع ربط جهات المقاومة، لا تستطيع استشراف أين الخطر وكيفية نحن مواقع. لماذا حتى الآن لم تقوم ب يعني على الأقل تحقيق انتصار من حيث يعني رفع الحصار عن تعز الكامل، اتخاذ سياسة عسكرية وأمنية واستخباراتية لتحرير تعز؟ إذا ما تم استعادة تعز أعتقد أن المعركة شبه منتهية، صنعاء سقوط عادي، يعني ليس بهذه الخطورة. قلنا المنطقتين الرئيسيتين في المعركة صعدة كعاصمة عقائدية ومرجعية رمزية قبل صنعاء وتعز. المعركة ليس صنعاء، هي الآن تعتبر المركز السياسي المخلوع صالح، وبالتالي هذا انتهى، مشروعه انتهى، ليس لديه مشروع لا عائلي، انتهى، لن يكون له يعني عمليا يعني لا أقول هذا خطابا، لكن المشروع الخطير هل سيقبل هو بهذا الشيء؟ هو سيحاول أن يتحدث أنه ما زال اللاعب الأوحد وأنه ما زال اللاعب القوي، أليس كذلك؟ ولكن هو لا، هو عندما وضع الحوثيين في السلطة كان يتوقع أن المسألة لن تمر لشهر، وبالتالي خلال هذا الشهر سيقوم بانتخابات ويقوم بعملية، لكن كل يوم بقوا في الحوثيين في السلطة كل يوم يحدث تغيير، كل يوم يسحبوا السلطة من لديه، وبالتالي وجد نفسه خلال
خلال فترة طويلة خارج السلطة، الذي يحدث تغيير في الوظائف، الذي يدير الحياة اليومية، الذي يقوم يعني باستقطاب الضباط واستقطاب القيادات وتوظيف الناس هم الحوثيين، بالتالي يسحبون عليه السلطة يوميا، ما الآن يمتلك 50%، بالتالي لم يعد مقبولا إقليميا، لم يعد محل ثقة الناس، الذي يدير الحياة اليومية الإنقلابيين. بالتالي علينا إذا أردنا أن نخطط جيدا، الحديث عن مشاورات الكويت هذا وهم، أنا أقولها ليس ألس مع الحرب أو أقدر الشعب اليمني يعاني في تعز، هناك تدهور في الحياة المعيشية، هناك ضحايا، ولكن الطريق إلى السلام أحيانا يمر عبر السيف. بالتالي استعادة الدولة من الكويت لن نستعيدها، سنعيد الملكيين للمرة الثانية، ونحن قد درسناهم وقد أخذوا ميزانية الدولة وذهبناهم للخارج، نحن ندفع ثمن السبعينيات عندما قبلنا بنصف الحكومة الملكيين. طب والآن دكتور، ألا يوجد يعني مجرد القبول بوجودهم كطرف في المشاورات؟ نحن يعني نقبل، لم نتحدث عن الملكيين، نحن قد كانوا موجودين وكانوا في الحوار وكانوا في السلطة ويدرسون ومواطنين، هم الذين لا يريدون ذلك، هم يريدون السلطة، يعتبرون هم فوق المواطن اليمني، بالتالي منذ نعم الإمام. ولكن أنا يعني دكتور يعني أن هناك مساواة بينهم كيعني طرف انقلابي وبين حكومة شرعية من قبل المجتمع الدولي، من قبل ولد الشيخ، المجتمع من قبل الدولي يعني. المجتمع الدولي نستطيع أن نحرجه، هناك في وثائق دولية، هناك معروف، شوفي المجتمعات الغربية تحترم جدا الديمقراطية وتحترم القوانين والدساتير، بالتالي الحديث عن أنهم طرف من أطراف هذه مؤامرة قبلها. يعني شوفي، لا يمكن لك أن تتهم أحد أنه ضعيف إلا بموافقة منه، السلطة قبلت أن تكون طرف، السلطة قبلت. طب بهذا الضعف دكتور يعني الذي أو بهذا الدور الذي أنت تجدها أن السلطة قبلت بتمثيله، وأمام التطورات الميدانية أيضا في تعز وما يحدث من تأجيل المشاورات، كيف يمكن أن نقرأ المشهد اليمني بشكل عام خلال المرحلة القادمة؟ أعتقد إذا كان المشهد بدأ كما حدث اليوم في تعز من حيث عودة الطيران لقصف المواقع العسكرية وبالتالي عودة المقاومة لاستعادة ورفع الحصار عن تعز، هو الطريق الصح. بالتالي أعتقد المجتمع الدولي والإقليمي والدولي يعطي يعني يرفع هذا الحرج ويرفع التهمة عن السلطة أنها تريد قتل الشعب اليمني وأنها هي التي لا تريد التفاوض والسلام. بالتالي الطريق الأوحد هو الآن، أقولها بوضوح تام، لا يمكن لهم أن يرفعوا الحصار عن تعز إلا إذا ما هذه الحكومة عملت على اتساق الأجندة الوطنية. لا يمكن لك أن تستعيد السلطة وأن تفاوض في الكويت وأن يخضع الحوثيون إلى الحوار إلا إذا السلطة استعادت جزء من الغرب ورفعت حصار تعز. سيطالبون بالحوار في الكويت وسيتحدثون عن السلام وسيسعون إلى الحوار مع السلطة، غير ذلك الحديث عنه هم غير معترفين بحكومة عبد الرب منصور هادي، يريدون حكومة وحدة وطنية، وهذا مطلب منذ السلم والشراكة. وبالتالي إذا ما قبلنا حكومة وحدة وطنية كما قبلنا حكومة في التبادل الخليجية، فإننا قد ذهبنا إلى دعوة الملكيين بكل قوتهم، وبالتالي أصبحنا في صراع جديد بين الملكية والجمهورية، وسنعود للسبعينيات، ولكن الذي سينتصر بهذا الشكل هم الإنقلابيون، لأنهم لديهم مشروع واضح. علينا أن نعيد الحوار والمشاورات للنصابة، هناك سلطة عليها استعادة الجغرافيا، وما حدث اليوم من تعز عليه أن يستمر لرفع الحصار، لا نرفع الحصار بولد الشيخ ولا بدعمه، إنه أعطى لنا كثير من الدعم من المساعدات الإنسانية. الذي يرفع الحصار تعز ليس في الكويت، الذي يرفع الحصار عن تعز هي المقاومة والجيش، والذي يستعيد صنعاء هو الجيش. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا متابعينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.